اليوم السوق تعرف واحد انخفاض نسبي مع باقي الايام الماضيه. السوق كيعرف واحد الانخفاض اللي تقدر تقول لي ما السوق داير 136 137 سنتيم في الضيعات، اللي هو واحد الانخفاض زعما كبير ماشي سهل. وكما قلنا شحال هذه بان السبب الرئيسي ديال الغلاء هو المستهلك اللي اثر على السوق وخلى السوق انه يرتفع بواحد الشكل كبير قبل رمضان. ودابا الحمد لله دابا السوق راه المستهلك راه عاشويه ولا عارف شنو كاين، مابقاش كياخذ السلعه كيف ما كان، والسوق راه كيعرف انخفاض الحمد لله، والسوق امور غترجع عاديه ان شاء الله. الايام الاولى ديال رمضان ما تزادش السوق تزاد قبل بواحد الاسبوع من رمضان اللي كان فيه واحد اقبال كبير، واحد التهافت من طرف المواطنين، واحد اللي خلى السوق يرتفع. كما قلنا احنا في منابر اعلاميه اخرى بان السوق السبب ارتفاع ديالو هو المستهلك، لان المستهلك هو اللي كيتحكم في السوق، والسوق سبب كما كيعرف كل شيء بان المستهلك عطى الضغط بزاف لهذه الماده ديال البيض اللي حتى لواحد الصداره في المبيعات، اللي الناس كدير بعض البلاطوات خمسه البلاطوات. هذوك الناس اللي داوروا بعض البلاطوات خمسه البلاطوات هما السبب الرئيسي في هذه الزياده. ودابا هما باقي عندهم البيض ديال رمضان باش يدوزوا رمضان، والبيض رجع للثمن ديالو عادي ومازال تينخفض. زعما راه المواطن اللي يجي يتحمل المسؤوليه، اللي كاين بعض الناس الله يهديهم اللي تاثروا على ناس اخرين. كاين الناس اللي عندهم فلوس كياخذوا السلعه بزاف، اللي تاثر على الدرويش مسكين اللي ما بحالوش ما تيقدرش يشري. دابا داك الدرويش هو اللي كيجي يشري البيض، مول خمسه البيضات مول سته البيضات، البيع والشراء ولا عادي، والسوق والبيض ولا موجود لا عند اصحاب الجمله ولا اصحاب الضيعات ولا الحوانت البقاله كل شيء. احنا المستهلك الله يهدينا، احنا اللي منا هادشي كلشي. ودائما تنوجه رساله للمستهلك باللي ان المستهلك هو اللي كيزيد في السوق وهو اللي كيتحكم في السوق، لان راه ما كاينش شي بيع وشراي ولا شي منتج اللي يقدر يتحكم في السوق من غير المستهلك. اذا راه المسؤوليه راه معروفه لمن كتحمل، وراه المستهلك كان سبب رئيسي في هذا الارتفاع كيف ما هو سبب رئيسي في هذا الانخفاض. كان واحد الارتفاع تاريخي اللي عمره ما داروا في تاريخ المغرب، وصل البيض ل 150 سنتيم في الضيعات. هاد 150 سنتيم هي درهم ونص، ما تنهضرلكش على التسقيط، تنهضرلك على اصحاب الضيعات فهمتي بالجمله، باش كناخذوا حنا البيض عاد كنعاودوا فيه البيع. يعني راه وصلت 34 35 في التسقيط، اللي هو الثمن عمره ما كان في تاريخ المغرب. ودابا الحمد لله دابا راه البيض في التسقيط راه ولا 30 ريال وقل، غيولي ان شاء الله ابتداء من اليوم. اليوم كاينه 27 ريال في الفيرما، هادشي اللي كاين في الضيعات اليوم. ونطلبوا من الله الامور تقاد، ودائما المستهلك مابقاش يتسرع، لان المستهلك راه هو اللي كيتحكم في السوق. بالنسبه اللي داو هذوك الناس اللي داو ست بلاطوات وداو اربعه واللي اثروا على السوق خلاو السوق يرتفع، صراحه البيض هو رجع لثمنه، رجع اقل من الثمن باش شراو هما. وهما دابا راه داو السلعه ديال واحد 20 يوم ولا 25 يوم ولا 15 يوم، يعني هذاك الشيء راه ما تيبقاش فيه افاده، قد ما كيولي فيه عيب العكس غير امراض. انا عندي البيض تخليه انت في الثلاجه 15 يوم 20 يوم شنو استفدتي؟ والله بيض خصك تاخذه بهذا الثمن ديال دابا، ثمن مزيان، وتاخذ البيض جديد بجوده عاليه هكا باش يكون لا من الناحيه الاقتصاديه ولا من الناحيه الصحيه بجوج، الانسان كيكون مستافد منهم بجوج. وخا يكون غلاء الاعلاف وخا يكون كذا وخا يكون جميع اللي كتقول انت، البيض الثمن اللي وصل له ثمن قياسي 150 سنتيم ماشي معقوله، باش نكون معاك من الاخر. والعلف تزاد كلشي تزاد كلشي تضرب في جوج، هادشي ما تنكروش، ولكن راه كلشي تضرب في جوج. راه البيض كان واحد الوقت 70 فرانك 60 سنتيم، يعني البيض الاغلى خصو يدير درهم 110 سنتيم ماشي 150 سنتيم. راه 150 سنتيم راه البيض تضرب في ثلاثه مابقاش تضرب في جوج، باش نهضرو في الواقع. اما بالنسبه للسماسره ما كاينينش خايفه الدومين، السماسره كان واحد الوقت مي كان تصدير كانوا اصحاب المواد الغذائيه كيحتكروا جميع المواد كيصدروها لبرا. حاليا الحمد لله في المغرب ما كاينش التصدير، فاش ما كيكونش التصدير ما تيكونوش السماسره، تيكونوا غير الناس اللي هما حريفيه. وكما تنقول لك السلعه دابا موجوده، وحتى في الضيعات السلعه صراحه موجوده وبكثره. كنمشيو دابا للضيعات الحمد لله السلعه موجوده، ما كاينش هذاك زعما داك المخاطفه داك كما كان في الاول. راه كنا كنمشيو للفيرما لواحد الوقت ما تلقاوش البيض، ملي ما كتلقاش البيض هنا فين كتبقى المضاربه، كل واحد كيدافع على الزبناء ديالو، كل واحد خصو يوفر للكليان ديالو السلعه، بالتالي تيكون واحد ارتفاع اللي السبب ديالو هو المستهلك. حنا الكليان ديالنا راه هو المستهلك، حنا ما يمكنش انا يجي عندي المستهلك نقول له ما عنديش السلعه. انا مادام كنجيب المستهلك البيض بواحد الثمن وكيقبلو راه كيتحمل المسؤوليه ديالو. وتا دابا فاش رخاص راه حنا كنجيبو لهم السلعه، يعني ما حنا دائما يا في الرخا يا في الغلا،
لان احنا بصراحه تنقولها دائما جميع المنابر ولا لاي واحد، احنا عندنا البينيفيس ديالنا معروف جوج سنتيم على الضيعات، دونك حنا راه كيف الرخاء كيف الغلاء، حنا ما كنستافدوا حتى شي حاجه بالنسبه للغلاء والرخاء. هذاك بالنسبه للمنتج هو اللي عنده واحد الثمن فيكس كيستافد مع على كيستافد هو على حسب العرض والطلب، كيستافد مثلا كان الغلاء راه كيستافد هو كان الرخاء راه كيضر. هذا باش نكون معك انا باش نكون معك صريح. اما بالنسبه لنا حنا كبيع وشرايا ما عندناش ضرر، حنا مع حنا من جهه المستهلك ومن جهه المواطن باش نكون معك واضح. هو البيض اليوم الحمد لله البيض في المغرب راه كاين ابتداء من درهم كاين اليوم في المغرب درهم على حسب البيض كولا بيضه والوزن ديالها، اما ابتداء من درهم تقدر تقول حتى ل 140 سنتيم 140 سنتيم 28 ريال على حسب السلعه المليح، راه السوق 140 سنتيم 28 ريال احسن ما كاين في البيض. وكاين عاوتاني درهم حتى هي كاينه، حتى هي درهم بيض جديد انتاج جديد، غير هو شويه ضعيف في الحجم، صغير الحجم ديالو ماشي بحال البيض الغليظ وصافي. هادشي اللي كاين البيض البلدي اخويا مرتفع دابا داير 43 ريال جمله، هو اللي باقي ما سميتو لان قليل شي شويه ماشي بحال البيض الرومي، البيض الرومي موجود. اما بالنسبه للبيض شي بالنسبه للبيض البلدي ما عنده حتى شي تاثير على المستهلك، البيض البلدي كيبقى على حسب غير على حسب كل مواطن والامكانيات ديالو، يعني ماشي مفروض. راه اللي هو اساسي هو البيض الرومي، البيض الرومي هو ديال كلشي فهمتي، البيض الرومي هو اللي صراحه في الشغله راه الله يكون في عون المواطن. الصراحه راه حنا ما تنقولوش في الاستطاعه القدره الشرائيه ديالو، ولكن فاش كنجيو حنا باش كنحكموا على المواطن قادر يشري ولا ما قادرش يشري من الاقبال. فاش كتجيب السلعه وكتباع في البلاصه راه كنقولوا كاينه القدره الشرائيه، وخا هي القدره الشرائيه راه ماشي في الاستطاعه ديال كلشي، ولكن الاغلبيه كيبقى دائما واحد الفئه دائما متضره مسكينه، هذيك ما تنهضرش على الفئه. وداك الفئه دابا اللي كانت متضره وما كانش قادره تشري البيض راه هي اللي داخله دابا للسوق، هي اللي كتشري، والفئه الاخرى راه عامره. هادشي اللي كاين، الفئه الاخرى راه عندها واحد الماكله ديال 20 يوم ولا 15 يوم. الله يزيدو. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.